مع اقتراب عودة الطلبة إلى المدارس والتي تفتح أبوابها يوم الأحد لما يقارب 2 مليون طالب وطالبة، تبدأ التجهيزات المدرسية من شراء الحقائب والقرطاسية والأزياء المدرسية. يعني إقبال بدناش نحكي ضعيف، متوسط تقريبا، مش هالإقبال القوي بصراحة. الأسعار هي وخاصة في وسط البلد، يعني أسعارنا إحنا إلى حد ما يعني جيدة، متناول المواطن يعني. بس المشكلة إنه يعني الوضع الاقتصادي في البلد مخلي الناس يعني حتى هي الأسعار شوفوها غالية، يعني إحنا معدل أسعارنا أقل من 10 دنانير الشنطة، بس الناس بدها بحدود 5 دنانير 4 دنانير، اللي هي أسعار اللي صعبة تتواجد في المحلات اللي زي هيك. يعني أقول لك، يعني شو بدي أقول لك، الله يعين الناس. السنة هاي أول مرة بتصير معنا، يعني خليها على الله، والله يعين الناس. أنا أسعار غالية مثلا ولا الناس يعني هيك وهيك، يعني مناسبة عادي، يعني زي السنة اللي راحت، نفس السنة الماضية عاد. إقبال الناس ضعيف جدا حقيقي، جدا جدا جدا، ما هي الحركة المعهودة عند الناس على إقبال المدارس أو على الشنط أو على القرطاسية بشكل عام. وخلال جولة الحقيقة الدولية على المكتبات ومحلات بيع الحقائب للإطلاع على واقع الأسعار، وجدنا تفاوتا واضحا في أسعار الحقائب ونوعية القرطاسية من متجر إلى آخر. أسعار القرطاسية اللي وجدته أنه داخل المكاتب أسعارها نار، أما تعال على البسطات فعلا معنى الكلمة أسعارها يعني فعلا ممتازة، اللي دخله بسيط زينا، وتعال يعني على المحلات يعني الدفتر والله العظيم بربع ليرة. طب أنا أخذته ببريزي 10 بليرة، 10 دفاتر بليرة، أبو 40 ورقة. والله بصراحة ملاحظ أنه في هناك ارتفاع بالاسعار، يعني بشكل عام اسعار غاليه. طبعا انت تاجر ليش هيك؟ يقول لك انا انه الضريبه مرتفع علي. طب ليه يحكوا انه انا عندي طالبين 3 بالمدرسه وكاني كطالب جامعه؟ اعتقد انه هذا الوضع مش طبيعي. طالب تجهيز مدرسه اقل طالب بده يكلفنا اقل شيء 30 دينار. طبعا ما عدا اللباس، طبعا اللي بده لباس، ومن عدا كمان تجهيز كمان بده كباصات توصل للمدارس. قطاع الألبسة والأزياء المدرسية لم يكن بحال أفضل، فتأمين مستلزمات المدارس أبرز التحديات التي تواجه الأسر، فكلفة الطالب تصل إلى ما يقارب 40 دينارا من حقيبة وألبسة وقرطاسية بالنسبة للمدارس الحكومية. والله نص السنة بالمرة صفر، أول السنة يلا في إقبال، كيف نص السنة؟ ما في نهائيا والله، ناس مستوي عايفة حالها، والله عم نبيع برأس ماله ما حدا مشتري. موسم المدارس على الأسر الأردنية يؤدي إلى زيادة العبء عليها في الوقت الذي تعاني فيه من ارتفاع في الأسعار وانخفاضا في الرواتب وزيادة في متطلبات الحياة، وهي عوامل أرهقت كاهل الأسر الأردنية أساسا. من العاصمة الأردنية عمان، أسامة بليبلي، الحقيقة الدولية.